السلام عليكم مرة تانية بلعبة Legend of Grimrock 2. البازل اللي قدامي بازل تاعت السيمتري، هي شوي صعبة ومنحلها بهالطريقة. لكل العالم يلي بدهم يعرفوا كيف انا حليت للبازل، يراجعوا النوتس اللي معهم. في نوتس بتقلن انه في شخص راح ويست وايست، ما بعرف، اعطوكم دايركشن معينين، اذا تتبعوها هون بتقدروا تحلوا البازل. اوكي، بشوفكم مرة تانية، باي.